صباح الهنا والجمال عليكم، وصباح التفاؤل وصباح السعاده وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلد يوكل مع نونا على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. بدايه اسبوع جديد وان شاء الله ربنا يجعله كله خير وبركه ورزق من الرحمن ان شاء الله. النهارده عندنا وصفات مكرونات، عارفه ان يا مكرونه بصلصه، يا مكرونه محمره، يا مكرونه بالبشاميل، يا مكرونه نجريسكو، فبنبقى عايزين تغيير، عايزين حاجه كده تكسر الروتين. محلات كتير قوي اتشهرت ان هي بتعمل طاسات المكرونه او حاجات مختلفه بالمكرونه، ولقت بصراحه اقبال كتير جدا واقبال كبير قوي، مع ان الموضوع اسهل ما يكون. لو كل واحده لقت ان اولادها مثلا بيروحوا بيشتروا والحاجه دي شداهم وعملتها في البيت، هتوفر بالنسبه لها كتير. لو عملتها بنفس الطريقه وبنفس التقديم هيفرق مع اولادها كتير جدا جدا. وهنشوف النهارده ثلاث طرق او ثلاث اصناف او ثلاث اطعمه للمكرونه هنعملهم مع بعض بطريقه سهله وبسيطه جدا، بنحاول نرضي بيها جميع الاذواق. بس قبل ما نشوف المنيو بتاعنا النهارده وهنعمل ايه من اصناف المكرونه، عايزه افكر حبايبنا مشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710، من اي موبايل على 1710، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدنا وتسندنا دايما ان شاء الله. طيب هنبدا بايه؟ هنبدا بالمكرونه الاسباجيتي، بس مدخلين عليها كفته والصوص بتاعها كده في منتهى الجمال. طريقه سهله جدا وبسيطه، عندك نص كيلو لحمه مفرومه، قومي طلعيه من الفريزر دلوقتي وخليه يفك على ما نخلص الحلقه بتاعتنا. مكرونه سباكيتي، عندك اي نوع تاني ما فيهاش اي مشكله، اللي عندك وظفيه واللي موجود في المطبخ عندك هنشتغل بيه. طيب انا عملت مكرونه سباكيتي وحبيت ان انا هعمل معاها الكفته. هنفرم الكفته في الكبه مع المكونات كلها. طب نونا انا عندي اللحمه المفرومه لكن ما عنديش كبه، حطي المكونات كلها في بوله وادعكيها كويس الاول وبعد كده ادعكي معاها اللحمه علشان تضمني ان المكونات كلها دخلت مع بعضها قبل ما تعجنيها مع اللحمه. طيب هنعمل بعد كده الصلصه بتاعه المكرونه. اي حد في الدنيا بيعمل صلصه مكرونه، بس تفرق من صلصه لصلصه في التطعيمه والطعم والمكونات اللي انت بتحطيها. احنا النهارده الصلصه بتاعتنا مستخدمه لها صلصه طماطم مع طماطم مبشوره علشان تدي شكل حلو جدا وتطعيمه حلوه، معلقه سكر عشان الحموضه اللي احنا بنلاقيها من الصلصه. ناس كتير ما بتحبش تستخدم الصلصه اللي هي المعلبه، يقول لك ايه لا بتبقى حاميه قوي علينا، بتخلي عندنا كده حموضه وما بنقدرش ناكل بعدها اي حاجه، فحاطين معلقه السكر ده عشان الحموضه بتاعت الصلصه، ومزوده عليها كمان معلقه دبس رمان. حلو قوي، هيدينا لون سواء للصلصه او لون سواء للكفته في منتهى الجمال. تعالوا يلا بقى كده مع بعض نشوف المقادير بتاعتنا بتقول ايه يا جمال النهارده في مكرونه اسباجيتي بالكفته. بسم الله. معايا كيس مكرونه سباكيتي مسلوق 3 ارباع سلقه، 3 ارباع سلقه علشان انا مش عايزاها تكون مسلوقه سلقه كامله علشان لما اجي اقلبها في الصلصه ما تبقاش مهريه مني ومعجنه. نوع المكرونه ممكن ان احنا نستغنى عنه عن السباكيتي وان احنا نقدر نعوضه باي نوع حضراتكم حابينه. نص كيلو لحمه مفرومه، بصلايه مفرومه، ومعايا معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقه كبيره دبس رمان، شويه زيت، معلقه صغيره بهارات لحمه، رشه جوز الطيب وملح وفلفل اسود. الحاجات دي كلها والمقادير دي كلها كده هنحطها في الكبه مع اللحمه علشان كله يشرب من بعضه. طيب الصوص بقى او الصلصه اللي احنا هنقلب فيها المكرونه مع الكفته بتقول ان احنا معانا 4 طماطميات مبشورين، 4 معالق كبار صلصه طماطم بوريه، معلقه صغيره سكر، معلقه كبيره دبس رمان، ملح وفلفل اسود. الموضوع اسهل ما يكون، سهل جدا وبسيط والمكونات كلها موجوده عندنا في البيت. نيجي بقى للتزيين بقى، لو احنا بقى بعد ما نقدم الطبق عندنا ورقه ريحان، ورقه نعناع، شويه رشه بقدونس علشان نوصل شكل الطبق زي ما بنجيبه من بره بالظبط. تعالوا كده نسمي بالله عليه ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف هنعمل ايه. عندي الكبه، يبقى هحط كل مكونات الكفته في الكبه وتتعجن كويس عشان تبقى ميه واحده. طيب انا عندي هنا بصلايه مفرومه او مبشوره، محتاجه ان انا اعصرها كويس علشان تنزل اي ميه منها. ليه؟ علشان لما احطها مع اللحمه ما تفكليش اللحمه وانا بكورها وبديها الصدمه على النار. هي يعني احنا حطيناها وعصرناها، بس لما البصل بيقعد شويه كمان بينزل ميه، فهنشوف دلوقتي هعصرها كويس ونشوف اللي هينزل منه. بسم الله. بصوا كده مع انها معصوره اول ما المطبخ التحضيري جهزها، لكن لما البصل قعد شويه راح منزل ميه تاني. ما نبقاش عاملينها وعلى ما نحضر مكوناتنا نروح حاطين البصلايه على طول. خلوا بالكم كويس من الحاجه دي علشان اللحمه بتاعتنا ما تفكش. حطينا البصلايه وادي الثوم المفروم، ممكن تحطيه سليم كده كده هيتفرم في الكبه. ادي البهارات بتاعتنا، بهارات اللحمه وجوزه الطيب، وادي دبس الرمان، ونصبح على هاجر ونقول لها صباح الفل يا هاجر. الو الو الو
شكرا يا هاجر، حاولي تكلمينا مرة تانية. تعالوا كده نحط بقى بعد ما حطينا المكونات ننزل باللحمة علشان نخلط كله مع بعضه. انا كده فاضل لي ايه؟ فاضل لي ملح وفلفل اسود بعد ما حطيت الدبس الرمان والبهارات بتاعتنا. كده فاضل ايه؟ رشه الملح ورشه الفلفل الاسود هنحطها وهي بتتخلط كده اهي. بسم الله. ونشغل عليها ونخلطها علشان تبقى ميه واحده. يعني ايه ميه واحده يا نونا اللي انت بتقوليها دي؟ يعني البصل دوت لما نيجي نكور الكور بتاعه الكفته ما يبقاش طالع من الجناب كده، او ما يبقاش ان هو ظاهر معانا ومش مدينا نعومه للكفته بتاعتنا. بسم الله. خلطناها كويس كده مع بعض، وتعالوا بعد كده نفضيها ونبدا ان احنا نكورها كور بالشكل ده كده. بسم الله. ريحه دبس الرمان اللي احنا حاطينه في منتهى الجمال. عايزه تزودي عليها شويه بقدونس؟ مش هتقول لك لا. بسم الله. نصبح على ساره ونقول لها صباح الفل يا ساره. الو، صباح الخير شكرونا. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل يا رب دايما. اموريني. عايزه اسالك على حاجه. بصي انا بعمل بشاميل حلو قوي قوي. تمام، تسلم ايديكي. تمام، بس عندي مشكله، انا ما بحسش البشاميل جوسي كده، يعني ازاي اخليها جوسي كده اللي هو مليانه بشاميل؟ حاضر، عينيا الاثنين. هقول لحضرتك حالا. ليكي طلبات تانيه؟ ليكي طلبات تانيه؟ لا، تسلم ايدك. عينيا الاثنين، سلم عمرك، نورتيني. طيب البشاميل علشان يبقى جوسي احنا بنحط له زيادات او اضافات. ايه الاضافات اللي نعملها على البشاميل عشان ان هو نخليه جوسي كده وتقيل، تحس ان هو كريمي خالص كده؟ طيب الاساس بتاع البشاميل بتاعنا بيبقى عباره عن ايه؟ ان احنا بنحط زيت وزبده وبنحمر الدقيق عليه وبنحط حليب. دي ده الاساس اللي هو ملح وفلفل اسود بقى، او لو حطيتي رشه كمون ما فيهاش مشكله، او فلفل ابيض. طيب ده الاساس اللي هو بتاع البشاميل. طيب علشان نخليه جوسي ممكن نزود على الحليب مع الدقيق، نضربه في الحليب قبل ما نحطه، بنزود معلقتين نشا. طيب ايه ممكن تاني يخليه جوسي؟ ممكن نديله علبه كريمه حسب المكونات اللي عند حضرتك والامكانيات اللي حضرتك بتشتغلي بيها. نديله ايه تاني؟ معلقتين قشطه. نديله ايه تاني؟ معلقتين جبنه كريمي. عايزه تديله الكريمه اللباني، بتبقى حلوه جدا مع البشاميل، بتخليه دايب دوب كده وكريمي في منتهى الجمال. ايه تاني مع البشاميل؟ لو ما عندكيش جبنه اللي هي الكريمي ديت، ممكن نحط اللي هي جبنه المثلثات او اللي هي جبنه الكيري. كل ده بيدي تطعيمه وقوام كريمي للبشاميل. فدي كلها بتبقى اضافات. فاللي موجود عند حضرتك بتوظفيه، او اللي موجود عند حضرتك بتستخدميه علشان تعملي البشاميل بالشكل ده. تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها يا رب. بصوا كده بعمل ايه. بصوا، مفيش البصل زي ما قلت لكم مش طالع، معنى كده ان هي اهي ناعمه. معنى كده ان اللحمه بتاعتنا لما اتضربت في الكبه كلها بقت عجينه واحده او ميه واحده. بصوا النعومه، البصل مش طالع من الجوانب زي ما بيبقى اللي هو يعني مفروم خشن. هو ده اللي انا عايزاه. هكور الكميه كلها كده. عندي طاسه على النار سايباها بتسخن، ونكلم مدام ناديه نقول لها صباح الهنا. ناديه، مدام ناديه برضه. الو. صباح الفل. الو. لا، ناديه. ناديه بس، نفرح بيكي قريب. يا رب. صباح الهنا. الو الو، سامعاكي يا ناديه. الو الو، نورتيني وحاولي تكلميني مره تانية. بصوا كده الطاسه اللي عندي سخنه على النار، المفروض ان انا بعمل فيها ايه؟ بحط فيها شويه زيت وبدي الكفته بتاعتنا دي صدمه، وزي ما عملنا قبل كده او زي ما احنا ما متعودين، مجرد ما حطيتها على النار او في الزيت وهو سخن ما بحركهاش خالص. ليه؟ علشان التحريك الكتير سواء بشوكه او بمعلقه هيخلي الكفته تفك مننا، وانا مش عايزه حاجه زي دي تحصل. طيب هتتحرك امتى؟ لما نبدا نلاقي الحروف بتاعتها بدات تتشمع، اهز الطاسه كده او الووك اللي انا بعمل فيه، الاقي الكفته بتتحرك بكل سهوله من غير ما احركها انا. ليه؟ لو حركتها بالمعلقه اولا هتفك، هتبدا ان هي قطع منها تلزق في الطاسه نفسها، وهنلاقيها ان هي ما استوتش كويس.
فهتبدا تتحرك امتى؟ لما تتشمع كويس خالص وتبدا ان هي تتغلف. فلازم نكون مسخنين الطاسه، حاطين زبده وزيت او لو هنستخدم زيت بس زي ما انا ما هعمل النهارده علشان ما تتحركش معانا وتفك مننا. طيب ايه اللي هعمله بعد كده؟ مجرد ما خدت الصدمه هروح شايلها في طبق جانبي واروح حطها في صينيه واحطها في الفرن تكمل التسويه بتاعتها. نفس مكان الزيت اللي انا عملت فيه التغذيه الصدمه بتاعت اللحمه هبدا اعمل فيه الصلصه. الصلصه دي يعني هسيب الكفته بتاعتنا في الفرن حوالي ربع ساعه او تلت ساعه تكمل التسويه بتاعتها، والصلصه دي هقسمها على اتنين، نص هاخده اقلب فيه المكرونه والنص التاني اقلب فيه الكفته، علشان لما اجي اكل الكفته تبقى متطعمه من نفس الصوص بتاع المكرونه، الصوص بتاع المكرونه النهارده طعمه في منتهى الجمال، جربوه ان شاء الله مش تندموا. كده خلاص خلصنا اهو. تعالوا نديها بقى الصدمه بتاعتها. الطاسه انا سايباها تسخن او الوك سايباه يسخن كويس قوي. بسم الله. نقلع ده بس. ادي الزيت حبه كويسين كده علشان هما نفس حبه الزيت دول اللي هعمل فيهم الصوص بتاع المكرونه. طبعا الطاسه عندي سخنه هبدا اعمل كده. بسم الله. ما حركش الكفته، هرصهم كلهم وبعد كده ابدا ان هي لما تتشمع ابدا احرك بالطاسه الاول واشوف ايه اللي هيحصل، ونخلي كده في براح علشان الكفته تتحرك براحتها لما نيجي ندحرجها تتحرك بكل سهوله. بصوا بالراحه خالص ازاي هي، بس بصوا بدات ان هي تلف اهي مع نفسها، معنى ان هي بتلف مع نفسها كده اهي، معنى كده ان هي اتشمعت من الارضيه وبدات ان هي تستوي. مشغله الفرن عندي على درجه حراره 180 او 200 لان انا مش عايزاها تقعد في الفرن كتير، يا دوب ان هي هتكمل التسويه بتاعتها. بسم الله. مش محتاجه ولا شوكه ولا معلقه ان انا اقلب بيها، لا هي اهي بتلف معانا بكل سهوله وبتستوي من جميع النواحي ما شاء الله عليه. تعالوا اوريها لكم. بسم الله. حاضر عينيا الاثنين. بصوا كده، بصوا كده يا جمل، دي كده معنى كده ان هي اتشمعت من كل ناحيه. تعالوا بصوا بقى الثانيه اللي هي لسه نص فاتح ونص اتحمر. طيب معنى كده ان هي عايزه ايه؟ كل اللي عايزاه اهو، ما نقلبش باي حاجه. طيب شايفين اللي على الحروف هي اللي بتتحرك لكن اللي جوه مش راضيه تتقلب، ليه؟ علشان ده كده كاتب مثلا عليها او زانق عليها، لكن الحروف من تحت اتعملت اهي. بصوا ابدا دلوقتي اقلب وانا مطمنه اهي ان هي مش هتفك مني وان هي تسمعني اهي كده. ما بداتش استخدم شوكه او معلقه الا لما اتاكدت ان هي اتسمعت تماما ومسكت معايا ومش هتفك. بالشكل ده كده، كده في منتهى الجمال. هعمل ايه بقى في الفاصل قبل ما نطلع؟ هحطهم في طاسه او صينيه صغيره واحطهم في الفرن على درجه حراره 200، يا دوب هي فاضل لها 10 دقائق وربع ساعه وتكمل التسويه بتاعتها. في نفس المكان اللي انا اديت الكفته الصدمه فيه هبدا انزل بايه؟ بصلصه الطماطم تتشوح شويه مع الزيت، ابدا انزل لها الطماطم المبشوره. ليه مش هنزل دي قبل دي؟ انا عايزه صلصه الطماطم هي اللي تتشرب شويه وتتشوح معايا، وبعد كده مش هفكها بميه، المفروض ان هي بتتفك بميه، لا هنزل لها الطماطم المبشوره. الطماطم المبشوره اصلا فيها ميه، فلما تنزل على ديت هتبدا ان هي تفكها، يفكوا مع بعض وابدا انزل عليهم بمعلقه السكر ودبس الرمان، وبعد كده احط الملح والفلفل الاسود. ده اللي هعمله في الفاصل على ما تقولي. مستنياكم بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لحضراتكم من الفاصل. فكرت في الفاصل كده قلت بدل ما كده كده يعني فاضل شويه صغيرين على تسويه الكفته، طب انا ليه اسويها في الفرن؟ طب ما انا ممكن اسويها في الصلصه علشان تبقى متشربه ومتطعمه منها اكتر، وده بصراحه اللي انا عملته. تعالوا كده بصوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت ايه في الصلصه؟ سخنت الطاسه كده كده اصلا الزيت اللي كان فيها مكان مدينا الكفته صدمه،
رحت شايله الكفته وسبت مكان الزيت، رحت نازله عليه بصلصه الطماطم اللي هي البوريه، فكيتها شويه كده او شوحتها شويه ورحت نازله عليها بالطماطم اللي هي المبشوره، تقلبتين بدات ان هي تفك الطماطم اللي هي البوريه، تقلبتين ونزلت عليها بدبس الرمان، نزلت عليها بالسكر، قلبتهم كويس قوي مع بعض ورحت نازله عليهم بالملح والفلفل الاسود، ورحت حاطه كمان عليهم شويه بقدونس عشان يديني كده كسره الوان في الصنف بتاعي بالشكل ده، ورحت حاطه عليهم الكفته وسبتها كده، وطيت عليها النار. بصراحه حسيت ان هي طعمها كده هيبقى احلى، ان هي لما تتشرب من الصوص نفسه وتطعم بيه كده احلى، تستوي في بقى فيها، هي مش تاخد وقت، يا دوب 10 دقائق كده واقل من 10 دقائق، واروح طافيه عليها وواخده جزء من الصلصه خالص مقلبه فيه المكرونه، وبعد كده احط الكفته على وش كده، وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. هنحط المكرونه السباكيتي بتاعتنا ورانا كده لحد ما الكفته يعني اقل من 10 دقائق مش تاخد تسويه، وبعد كده نقلبهم مع بعض ونشوف شكلها ونشوف هنقدمها كمان ازاي. طيب الصنف التاني النهارده بتاع المكرونه اللي احنا هنستخدمه او هنعمله علشان يبقى زي المكرونات بتاعت بره او المحبب او لاطفالنا الصغيرين بالذات، اللي هي المكرونه بالسوسيس. سهله جدا وبسيطه، انا النهارده مستخدمه نوع المكرونه اللي هي الشكل الفيونكا دي. ليه؟ علشان انا عايزه الفت نظر ولادي او اشد نظرهم ان هم ياكلوها بالشكل ده كده. طبعا لما يلاقوا حاجه بالشكل ده مع السوسيس اللي هم بيحبوه هياكلوها وش، مش هيفكروا اصلا هو ايه اللي موجود فيه، طب احنا بنحبه لا احنا ما بنحبهوش، لا مفيش الكلام ده. فنحاول بقدر الامكان لما يكون عندنا مشكله مع اولادنا ان هم عندهم حته ان هم بيغلبونا شويه في موضوع الاكل، بنحاول ندور على افكار وبندور على حاجات ان هي تساعدنا ان نكسر الحته دي عندهم. طيب انا النهارده مستخدمه ايه؟ مستخدمه سوسيس. عايز تستخدمي سجق، عايز تستخدمي اي نوع انت عايزاه، بس متهيألي مفيش حد من اطفالنا ما بيحبش السوسيس. مقاديرنا نزلت على الشاشه وبتقول ان احنا معانا ايه؟ مكرونه فيونكا مسلوقه ثلاث ارباع سلقه برضو علشان تبقى ماسكه نفسها وما تبقاش مهريه، نص كيلو سوسيس شرايح، بصلايه مفرومه، طماطميتين مبشورين، معايا فلفل الوان مفروم، معلقه كبيره زعتر فريش مع اربع معالق كبار من الصلصه، ومعايا كمان معلقه كبيره بابريكا وملح وفلفل اسود. طبعا انا مش حاطه ولا فلفل حامي ولا حاطه اي حاجه ثانيه، انا شايفين ان انا مدخله الفلفل الالوان عشان فوائده حلوه جدا، فمدخلاها في الصنف عشان اجبر ولادي ان هم ياكلوا الصنف كله على بعضه. طيب هنبدا نعمل ايه؟ طبعا المكرونه اهي سلقناها ثلاث ارباع سلقه وحطيناها على جنب. عندي السوسيس عايزه تديله، هو ده اللي انا هعمله دلوقتي، هديله تشويحه. يعني ايه تشويحه؟ يعني هشمعه، انا عايزه ان هو تبقى حته السوسيس كده اكنها متحمره، لونها يبقى مختلف، مش ان انا اروح حاطه البصل وحاطه الطماطم وحاطه الصلصه واقلب معاها السوسيس بعد كده، لا انا عايزه حته السوسيس نفسها او الشريحه بتاعت السوسيس نفسها تبقى متلسوعه، تبقى متحمره، لونها مختلف عن ما هي كده. بصوا انا دلوقتي لو حطيت البصل والطماطم والفلفل ورحت حط عليه السوسيس هيفضل طري وفاتح زي ما هو كده. اه هيستوي، هو اصلا مستوي، في ناس كتير قوي بتاكله كده وفي اطفال بتاكله كده، بس بيبقى تحس ان هو طري، مش بياخد التشميعه او التحميره زي ما المحلات بتعمل. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ الزيت عندي على النار وهبدا ان انا ادي تشويحه الاول للسوسيس قبل ما انزل اي حاجه. ونصبح على بسنت نقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا ام نونا. صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. فاكراني اللي كانت اه طبعا يا حبيبتي، على دماغي من فوق، نورتيني الله يخليك حبيبتي، تسلمي لي اموريني. وقلت لك ادعي لي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. دعيت لك والله، واكيد كل الناس اللي سمعتنا والله دعيت لك، ربنا يرزقك بالذريه الصالحه يا رب، ويرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب. اللهم يا رب يا حبيبتي يا رب. انا بحبك جدا والله حبيبتي. ومش عايزه اقفل معاكي خالص يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك ابدا، تسلمي لي، ربنا يرزقك الخير كله يا رب يا بسنت، اللهم امين. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك، وقريب قوي تتصلي تفرحيني يا رب ان شاء الله. دعواتك كده معانا يا حبيبتي، يرزقك ان شاء الله بالذريه الصالحه ويرزق كل مشتاق يا رب، اللهم امين يا رب ان شاء الله. انا طلبت من حضرتك بسكوت النشادر، قلت لك هعمله يوم السبت ان شاء الله، هنزل لك المقادير بتاعته. عينيا الاثنين. وطلب بس كمان صغير عشان انا ما عنديش نت، معلش انا جوزي طالب مني قراقيش. القراقيش احنا عاملينها الاسبوع ده، يعني هنعملها الاسبوع ده. ان شاء الله. خلاص تمام ماشي يا حبيبتي، نورتيني باتصالك يا بسنت حبيبتي، نورتيني. بصوا كده انا نزلت واحده بس سوسيس علشان اشوف الزيت معايا سخن ولا لا، علشان ما ابداش ان انا انزله والسقعيه بتاعت السوسيس تبدا ان هي تبرد سخونيه الزيت وما يدينيش التشويحه او الصدمه اللي انا عايزاه، او هسميها ايه، التشميعه اللي انا عايزاها. بصوا معنى كده ان هو اهو الزيت سخن معانا، بدات وحده السوسيس بدات ان هي تتشمع، او اكنها اجيبها لك كده عشان تشوفها اكتر.
بدات ان هي لكنها بتتحمر، معنى كده ان الزيت عندي سخن، ولما انزل باقي السوسيس هيبدا ان هو يديني نفس النتيجه. بسم الله، واحنا بنعمله كده نصبح على سلمى ونقول لها صباح الهنا. الو 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 سلمى، ممكن توطي التلفزيون معايا؟ انت اللي طلباني مش انا اللي طلباكي. حاضر. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي، تسلميلي. طب حاولي تكلميني تاني يا سلمى. بصوا كده، عايزاه ياخد التشميعه. عندي ايه بعد ما ياخد التشميعه اللي انا عايزاها؟ عندي فلفل الوان، ادي طماطم مبشوره، وادي بصل. صلصه الطماطم ديت والزعتر والبابريكا هي دول كده هنزلهم في الاخر، لكن دي المواد دي اللي هتجيب لي سوائل، اللي هتنزل لي ميه وهتفك لي صلصه الطماطم. مجرد ما يبدا ان هو يتشمع بالشكل ده كده، احنا ممكن ننقل العين علشان دي اعلى. بسم الله. كده يبدا ان هو يتشمع معانا. على ما يتشمع تعالوا نبص بص على الكفته عشان لو كده ممكن نشيلها. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. بصوا تسويه الكفته في الصلصه احلى بكتير ما كنا عملناها في الفرن. نقفل عليها بقى كده عشان ترطش علينا، ونشيلها على جنب وهي مقفوله علشان نقدمها في اخر الحلقه. ايه اللي هيخليني مش هقدمها دلوقتي؟ لو انا قدمتها دلوقتي او قلبت المكرونه دلوقتي مع الصلصه وقدمتها لكم على اخر الحلقه مع السقعيه بتاعت الجو بتاعت البلاتو، هتبداوا تلاقوا ان هي ايه؟ جلدت، شكلها ما بقاش حلو. وده برضو اللي تعملوه عندكم في البيت، لما تيجوا تقدموا مكرونه او تقدموا اي اكل ايا كان هو ايه، قدموه قبل الاكل على طول. ما ينفعش ان احنا نقدمه نحطه على الطبليه او على السفره او الترابيزه او ايا كان هتاكله على ايه، ونبدا ان احنا نحطه يبقى لسه قدامنا وقت، لسه على ما اخواتي مثلا يتجمعوا، على ما بابايا يغير هدومه. لا، خلوا الاكل يبقى على حطتان الاكل على وقت الاكل على طول، علشان شكله نفسه هو لسه نازل من على النار كده بيفرق معانا كتير. طيب السوسيس معانا بدا ان هو يتشمع. طيب هبدا انزل بايه؟ هبدا انزل الاول بالبصل. بسم الله، ودي تشويحه مع رشه فلفل اسود بالشكل ده كده، كله يشرب من بعضه، وابدا انزل بالفلفل يتشوح برده، وفي اخر حاجه الطماطم المبشوره عشان هي اكتر حاجه هتجيب معايا ميه بالشكل ده كده. ادي الفلفل، كل حاجه تنزل، اديها تشويحتين بس كده على ايه، يا دوب ان هي تشم من النار بتاعتها بالشكل ده. الملح هحطه في الاخر خالص بعد ما كل مكوناتي يبقى تمام وزي الفل. بصوا شكل الطبق نفسه عامل ازاي، القيمه الغذائيه بتاعته هايله بالشكل ده كده. ابدا انزل بالطماطم، واروح نازله بقى بعدها كده بعد ايه تشويحتين ثلاثه بصلصه الطماطم علشان تفك مع ده كله. مش هزود ميه ولا اي حاجه، انا عندي ثلاث مكونات من الخضار دلوقتي هم اصلا هيجيبوا ميه، فانا مش عايزه ازود ميه من بره، لا عايزه تبقى يعني هي تستوي منها فيها، مش عايزه اي اضافات من بره تدخل عليها. اعمل كده الزعتر، البابريكا، وابدا بقى املح، الفلفل الاسود بتاع التمليح. هتلاحظوا ان انا النهارده مش مستخدمه حاجه سبايسي خالص، علشان بالنسبه لي النهارده هي دي حلقه لاولادنا اللي عندهم مشكله في موضوع ان هم ياكلوا في البيت او اكل الشارع طاغي على دماغهم شويه، فلا كده اهو احنا بنحاول بقدر الامكان نجيب لكم اكل الشارع جوه البيت بالشكل ده كده. واسيبها بقى كده مع نفسها شويه، كل الخضار ينزل الميه بتاعته وتبدا ان هو كله يستوي، وبعد كده تبقى جاهزه للتقديم.
ده كان تاني صنف مكرونه معانا. الصنف الاولاني عملنا المكرونه الاسباجيتي بالكفته، وعملنا كفته سويناها جوه الصوص نفسه، والصوص بتاعنا كان فيه دبس رمان، فهيدي تطعيمه مختلفه جدا لاي صوص كلته قبل كده. الصنف التاني دخلنا فيه السوسيس، عملنا معاه فلفل الوان ومعاه طماطم مبشوره ومعاه بصل، مدخلين حاجات ممكن ولادنا ما ياكلوهاش لوحدها، ومختارين لهم نوع من انواع المكرونه اللي تشد العين او بتفتح النفس، علشان برده ده حاجه تساعدنا ان احنا نخليهم يتشجعوا ان هم ياكلوا زياده. ده كان تاني صنف. فاضل صنف كمان، وده ما اظنش ان في حد بيكرهه او بحد ان هو يقول لا اصل ماليش فيه تقل قوي. صنف بيحبه الكبار والصغيرين، هنعرفه بعد ما نرجع من الفاصل ان شاء الله. اوعوا تروحوا اي حته، مستنيكم. تعالوا بصوا معايا كده على السوسيس قبل ما نشيله من على النار. يعني هو اصلا كده حاجه عالميه، ممكن احنا ناكله اصلا لوحده، نحطه بقى في طاجن. تعالوا اقول لكم على حاجه، السوسيس ده اصلا يعني انا حاسه ان هو هيبقى كتير على كميه المكرونه. طيب نعمل فيه ايه؟ هقسمه على اتنين، والنص التاني اروح حاطاه في طاجن حلو صغنن كده او طاسه كميله كده، واروح حاطه على وشها بيض مع حبه موتزاريلا، وينقل الطبق لنقله تانيه خالص. حاجه في منتهى الجمال. مش شرط ان احنا عاملينه عشان المكرونه بس يبقى هو نحطه على المكرونه وخلاص كميه كبيره وكده، وهتفضل مننا بعد كده لو اتقلبت مع المكرونه هيتاكل المكرونه مع السوسيس وهتفضل كده مش تتاكل. فاحنا قبل ما نقلبه مع المكرونه هروح واخده نصه وحطه في طاجن واروح عاملاه ببيض في الفرن. طيب نشيل كمان المكرونه الفيونكه. يبقى احنا كده مكرونه بالسوسيس، مكرونه بالكفته. لما نرجع من الفصل الجاي ان شاء الله هنبدا نقدمها ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. طيب الصنف الثالث بقى، انا عن نفسي بحبه جدا، ده حاجه. تاني حاجه، انا اكلته امبارح في مكان عالمي، او مش المكان اللي عالمي، والمكان حلو طبعا، بس اكلت المكرونه بطريقه عالميه. انت ما بتبقيش عايزه الطبق يخلص، خفيف قوي 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 فوق ما تتخيلوا. شكل المكرونه نفسه حلو قوي، رغده. ممكن تسالي المطبخ بس لو عنده شبت، عايزه معلقتين شبت. تسلميلي. بسم الله. عاملينها بطريقه سهله وبسيطه جدا. انا لما بكون في مكان وباجي اكل اي طبق او اطلب اي طبق بحب افصل مكوناته، اعرف هو الشيف بتاع المطبخ او الشيف اللي عامل المكرونه او الطبق اللي انا باكله عامل ايه، حاطط ايه، ايه التست بتاعه، ايه الحاجه اللي بتميز الطبق اللي هو عامله. وده اللي حصل معايا امبارح وانا باكل المكرونه بالجمبري. المكرونه سهله جدا وبسيطه، هو كل اللي مستخدمه كريمه مع زبده بس، مخففها قوي، ما سابهاش على النار كتير. الجمبري تحس ان هو مجرد ما شم النار وتغير اللون بتاعه وراح شايله، جوسي طري. مش يعني احنا قلنا قبل كده مليون مره، لما بنحط الجمبري وبياخد وقت كتير على النار بيبدا ان هو يسد اكننا بناكل كاوتش، ودي حاجه مش كويسه. البوتاجاز يا شباب، فده اللي هنعمله النهارده. المكرونه عندنا مسلوقه. طب انا النهارده مدخله توم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي؟ ماشي. مستخدمه التوم، توم كتير؟ لا، ده انا عايزه يا دوب بس كده يشم التوم، يشم التوم. امبارح اللي كان طاغي على طعم المكرونه الشبت والكريمه. معلش معلش حاولي. الشبت الشبت والمكرونه والجمبري والكريمه. انتوا مش حاسين ان في سن التوم، بس هي اللي دقه قوي في الطعم باينه، بس شهره شهره بسيطه كده من التوم. طيب تعالوا دلوقتي نشوف هنعمل ايه. بصوا كده المقادير بتاعتنا. طب تنزل على الشاشه الاول، وعلى ما تنزل انا مسخنه عندي طاسه، لان انا مش عايزه الجمبري يقعد كتير، انا عايزاه يا دوب لونه يتغير اشيله على طول. مكرونه بالسيفود معايا ايه؟ او معلش يا رغده هنغيرها مكرونه بالجمبري، لان السيفود دوت بيبقى مكونات كتير. مكرونه بالجمبري عندي ايه؟ مكرونه بينا مسلوقه ثلاث ارباع سلقه برضو علشان تبقى ماسكه نفسها وما تتهريش معانا. معانا نص كيلو جمبري وسط او صغير او كبير زي ما انتم عايزين. معايا معلقه كبيره فلفل حامي، امبارح هم كانوا مقدمينها ما فيهاش سبايسي، لان دي طبعا بتبقى على حسب اللي بيطلبها، بس انا حطاها النهارده. معايا توم مفروم معلقه كبيره، لا انا يا دوب بصوا هحط شعره شعره من التوم، مش هحط كتير. معايا زيت، رشه كمون وملح وفلفل اسود، مش عايزه اكتر من كده. طيب الصوص بتاعنا او الكريمه بتاعتنا او اللي هيتقلب فيه الكلام ده كله ايه؟ عباره عن ايه؟
عباره عن 4 معالق كبار زبده وكوبايتين كريمه. 4 معالق كبار زبده وكوبايتين كريمه. طيب تعالوا كده نشتغل. حطيت هنا زيت وادي الزبده بسم الله. وحطيت الزيت الاول عشان الطاسه بتاعتنا سخنه، ما ينفعش ان انا انزل بالزبده بس عشان لونها ما يغيرش معايا. هتلاحظوا هنا حاجه، ان بصوا الطاسه فين؟ مش على البوتاجاز. انا لو كنت حطيت الزبده وهي في الزيت وهي الطاسه على البوتاجاز وهي الطاسه سخنه قوي كان زمانها غمقت، كان زمان الزبده بدات تدي لون بني فاتح كده، لكن انا مش عايزه كده، عشان كده كنت شايلها من على النار علشان تفضل الكريمه فاتحه اللي هقلب فيها الجمبري. طيب وهي كده هروح نازله بسنه الثوم، شعر الثوم بسيط اهي. بصوا كل ده وهي بره علشان اصلا الطاسه سخنه. عندي ايه؟ عندي الجمبري بسم الله. مجرد ما نزل الجمبري عشان فيه سنه من الميه اروح رافع على النار على طول بسم الله. اتشوح وتغير اللون بتاعه هشيله، او يعتبر مش هشيله، انا هعمل في نفس الطاسه الكريمه بالشكل ده كده. قبل ما يتغير اللون بتاعه عشان مش عايزاه يقعد على النار كتير، هنزل بالفلفل الحامي. ممكن تشيليه ما تستخدمهوش. سنه كمون، هو حلاوه السمك بالكمون. سنه بسيطه جدا من الفلفل الاسود مش كتير. وادي الملح، وابدا ان انا اقلب كده علشان لونه يتغير معايا. ونصبح على عزه ونقول لها صباح الهنا. الو صباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ انا بخير يا حبيبتي. ما انت بخير. الحمد لله. استاذنك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. الو. الو. ايوه حبيبتي. ممكن توطي التلفزيون بعد اذنك؟ نعم. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. وطي التلفزيون يا عز. عاوزين طريقه المكرونه بالجمبري. هي تعملها دي. حاضر انزلها لحضرتك تاني يعني؟ اه. عينيا الاثنين. حاضر. حضرتك ليكي طلبات تانيه؟ متشكرة. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده بدا الجمبري خد اللون اللي انا عايزاه. بصوا صوص الزبده عامل ازاي. هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عايزاه يقعد اكتر من كده على النار، هروح نازله عليه على طول بالكريمه بسم الله. مقادير المكرونه بالجمبري موجوده على الشاشه عشان حبيبتنا اللي طلبتها. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ معانا مكرونه بنا مسلوقه او اي نوع حضرتك عايزاه، بس الافضل طبعا ان هي تكون بنا او اللي هي القلم. نص كيلو جمبري وسط او كبير زي ما حضرتك عايزه. معلقه كبيره فلفل حامي مفروم، ممكن حضرتك تستغني عنه خالص وما تحطهوش. ومعايا ثوم مفروم يا دوب شعره بسيطه كده، ربع فص، مش هقول لك نص كمان. معايا شويه زيت ومعاهم رشه كمون وملح وفلفل اسود. معانا للصوص بتاع المكرونه زبده وكريمه لباني. اكتر من كده مش عايزه. عملت ايه؟ حطيت الزبده والزيت على النار، شوحت فيهم الجمبري يا دوب ان هو بدا يغير اللون بتاعه، نزلت عليه بالفلفل الحامي ممكن تستغني عنه خالص، رشه الكمون ورشه فلفل بسيطه جدا ومعاهم الملح. قلبت شويه، مش شويه كتير علشان انا عايزاه ان هو يكون جوسي وطري ما يبقاش مجلد معايا. نزلت عليه بالكريمه وزي ما حضراتكم شايفين كده هسيبه يغلي. تبدا الكريمه تتقل معانا. مجهزه المكرونه ومجهزه كمان للتقديم بصل اخضر، وهشوف عندنا جوه شبت علشان يتقلب معاه وتبقى زي ما انا اكلتها امبارح بالظبط. تعالوا بقى دلوقتي نطلع فاصل. معانا تليفون. طيب ناخد ام مريم. صباح الفل يا ام مريم. صباح النور يا شيخ نور. صباح الهنا والجمال على عيونك. عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ انا بخير يا حبيبتي. حضرتك بنحبك جدا. الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي لي. ربنا يخليك. لو سمحت يا شيخ نور، بس انا كنت طلبت منك طلب وانت مش قلتي لي عليه. قولي لي تاني حقك عليا. كنت عايزه بس طاجن بسم الله الرحمن الرحيم. بص انا عايزه الاول حمص الشام. طب سمي بالله كده وافتكري. طب حمص الشام وايه كمان؟ وعايزه طاجن اللهم صل على النبي، الرز المعمر. عينيا الاثنين. حاضر. بس اللي هو مسكر يعني. عينيا الاثنين. هرجع من الفاصل اقول لك ده واقول لك ده، ماشي كده؟ معايا؟ تسلمي لي يا ام مريم. تعالوا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكون نشوف طلبات اللي طلبت مننا النهارده. رز معمر هنتكلم عنه، وطلبت معانا ايه دلوقتي تاني؟ وحمص الشام هننزله او هقوله لك على طول، والبسكوت بالنشادر علشان حبيبتنا اللي طلبته مننا جاهز معانا؟ إيه ولا ننزله دلوقتي؟ ها؟
يبقى نطلع فاصل. طيب نطلع فاصل، هنيجي ننزل البسكوت، نتكلم عن حمص الشام، نتكلم عن الرز المعمر الحلو، نبدا بقى تكون الكريمه بتاعتنا اتقلبت، ونبدا نقلب فيها المكرونه. بس لما ترجعوا لي، علشان المفروض ان هي مجرد ما بتتقلب، مجرد ما بتتقدم على طول، ونقدم كمان صنفين المكرونه بتوعنا، ونشوف باقي حلقتنا بقى النهارده هنتكلم عن ايه. كل ده بعد الفاصل، لو اترفع اي حته مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، زي ما حضراتكم شايفين كده، تعالوا اوريكم السمك بتاع الكريمه لما غليت معايا شويه. بصوا كده، بصوا بالشكل ده. دقتها كمان في الفاصل، لقيت ان هي كانت عايزه شويه ملح بس صغيرين، رحت مزوده لهم الملح وخلاص على كده. كده الاصناف بتاعتنا بتاعت المكرونه خلصت. هبدا بقى ان انا اقلب المكرونه الاسباجيتي في الكفته، وهقلب المكرونه الفيونكه مع السوسيس، وهقلب المكرونه الاقلام او البنه مع الجمبري. تعالوا كده على وانا بقلب الاصناف بتاعتنا، نبدا ان احنا نعمل ايه. بصوا قبل اي حاجه، انا هفصل الكفته دي في طبق لوحدها علشان اقلب المكرونه براحتي في الباقي من الصوص. طيب على ما ابدا ان انا افصل الكفته كده واقلب المكرونه، هينزل معانا البسكوت بالنشادر علشان حبيبتنا اللي طلبته، وبعدها نبدا نتكلم عن الرز المعمر الحلو، ونبدا نتكلم كمان عن حمص الشام. يلا بينا علشان يبقى النهارده رضينا كل حبايبنا اللي كلمونا. مسكوت النشادر موجوده على الشاشه لحبيبتنا اللي طلبته مننا. مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ معايا كيلو دقيق، نص كيلو من الزبده، 2 كوب سكر بودر، باكت بيكنج بودر، 4 بيضات، ومعانا فانيليا، ربع كوبايه من الحليب، معلقه صغيره من النشادر. طيب الدقيق اللي انا حطاه ده ممكن ان احنا ما نحطش كيلو، لا خليه كيلو الا ربع يا رغده لو سمحتي، عشان ده لو ما بنحط كيلو كامل على حسب الكثافه بتاعت الدقيق بتبقى البسكوته ناشفه معانا، فبنضطر نزود الزبده، فلكن لا نخليها كيلو الا ربع علشان تبقى مقادير الزبده موجوده يعني مظبوطه عليه. بنعمل ايه؟ بجيب الحليب الدافي ده اللي هو ربع كوبايه حليب، ببدا ان انا اروح احط عليه النشادر واقلبه واركنه على جنب، وابدا بعد كده احط السكر مع الزبده، اخلطهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده اروح نازله بالبيض والفانيليا يدخلته كويس جدا، واروح حاطه مقلبه الكيلو الا ربع دقيق مع البيكنج باودر، واقلبهم كويس وانزل بيهم على الخليط. الخليط عايزاه يكون طري، ما يبقاش ان هو ينشف عشان البسكوته ما تشققش مننا، وفي نفس الوقت ما تبقاش تقيله على ايديكي، سواء ان انت هتعمليها في المكنه او في الكيس، ما تبقاش تقيله على ايديكي. ابدا بعد كده ان انا اشكل زي ما انا عايزه. الفرن بتاعنا شغال على 150 او 160، ما يزيدش عن كده. اي بسكوتات او نواعم ما تزيدش التسويه بتاعتها عن 150 او 60 علشان يشتغل على الهادي، ما توصلش ل 180 علشان ما يبداش ان هو ياخد لونه من جوه يبقى طري. ده بالنسبه لبسكوت النشادر. معانا ايه تاني حبيبتنا طلبت مننا؟ ان هي عايزه الحمص الشام. حمص الشام احنا لسه كنا عاملينه من كام يوم، بيبقى عباره عن ايه؟ ان احنا بنجيب النص كيلو حمص او الكيلو حمص، بنروح نقعينه قبلها بيوم، وبنغير الميه بتاعته 3 4 مرات علشان بتبدا ان هي تعمل ريم على الوش كده، فبنغيرها كذا مره، وبنيجي بعد كده اروح حاطه ميه نضيفه على النار، بتبدا ان هي تغلي، وابدا ان انا اروح حاطه عليها الحمص واسيبه يتسلق. بحط ايه في ميه السلق بتاعت، بسم الله، في مية السلق بتاعت الحمص بحط طماطم مكعبات، وبحط كمان شرايح ليمون، بحط شوية ملح، شوية كمون، شوية بابريكا، وبحط ممكن سنة شطة بسيطة جدا وعصير ليمون، واسيب ده كله يغلي مع بعضه، بحط معلقة كبيرة كمان من الثوم، واسيب ده كله كده يغلي مع بعضه. وبعد كده لما بيبدأ ان هو يستوي الحمص، بسم الله، طبعا هو السلق الكلام اللي انا بقوله ده بعد ما اتسلق، حطيت في نفس الميه بتاعت السلق بتاعته اللي هي المكونات اللي انا بقول لكم عليها دي، بسيبه بقى يشرب مع بعضه كده غلوتين ثلاثه. عندي بيبقى فيه الدقه بتاعته، الدقه بتاعته بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن عصير ليمون وخل وميه وتوم، بس يكون توم خفيف خالص، اهم حاجه عصير ليمون يكون كتير، وبحط ملح وكمون وشطه بسيطه جدا بسيطه جدا، يا دوب بس تديني ايه تطعيمه كده، والبابريكا عشان تبقى ايه الدقه محمره. الشطه بتاعته باخد ايه
باخد طماطم مبشوره بحطها بقلب معاها حبه من الدقه اللي انا عملتها واروح مزوده عليها شط. ده بالنسبه للدقه بتاعت الحمص. اجي بعد كده لما يجي يتقدم اروح مقدمه معاه شرايح ليمون، واللي عايز بقى دقه واللي عايز شطه وصحتين وعافيه على قلبكم. ده اول صنف معانا وهو المكرونه بتاعتنا بالكفته. هبدا ان انا زي ما قلت لكم كده ازينها بورق ريحان بالشكل ده كده. اهم من الشغل ظبط الشغل، الله ينور عليك. لازم يبقى الشكل حلو كده ويفتح النفس، ما تبقيش تعبانه وانت بتعملي صنف. هو مش مجهد ولا الكلام ده كله، بس في نفس الوقت الشكل في الاخر هو اللي بيفرق معانا، واحنا كستات بنحب ايه حته الشكل دي بصراحه مهمه بالنسبه لنا. اوكي بس حاجه كده تفتح النفس. تحفه فنيه وانت حطاها كده، ومش شرط ان يكون عندك ضيوف عشان تزيني الاكل، ليكي ولاولادك نفسيتك انت نفسها هتبقى حلوه قوي. طيب نحرك ده كده اول صنف معانا وهو المكرونه بالكفته. تاني صنف مكرونه معانا ايه؟ وهو المكرونه اللي بالسوسيس. طيب انا قلت لكم ان السوسيس ده انا شايفه بصراحه ان هو كتير، وحرام ان انا اقلبه كله مع المكرونه. هاخد نص او ثلاث ارباع، ولو لقيت ان انا محتاجه احط سوسيس زياده عن المكرونه يبقى مش مشكله، هاخد الزياده اللي انا شلتها بالشكل ده كده. احتجتهم احتجتهم، ما احتجتهمش ممكن ان انا اعمل صنف تاني بيهم، ممكن ان انا اشيلهم وتاني يوم اروح عامله بيهم نجريسكو. لو انت مش عايزه يومين ورا بعض تاكلي فيهم مكرونه، ممكن زي ما قلت لك تعملي بيه طاجن سوسيس بالبيض ويبقى فطار الصبح كل يوم زي ما بقول لكم كده. عايز بسم الله الرحمن الرحيم ابدا اعمل كده. مكرونه لما بتبقى ثلاث ارباع سلقه بتساعدك ان انت تبقى المكرونه ماسكه نفسها، بيبقى شكلها في منتهى الجمال، احسن ما تكون ان هي مسلوقه سلقه كامله وتيجي تحطيها بعد كده في الصلصه تلاقيها اتهرت او عجنت. بصوا شكل المكرونه ما شاء الله يفتح النفس. يعني اتحداك ان في حد من ولادنا يشوف الشكل ده قدامه كده ويقول لك لا اصلا انا ما بحبش المكرونه او مش عايز اكل. بسم الله نبدا نقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت كمية السوسيس يدوب على قد كمية المكرونة، عايزين بقى نحط الزيادة مش هنقول لا كده. نمسح الوقع من هنا. نزين بإيه علشان نكسر الأحمرات مع الأصفرات دي؟ ممكن إن احنا نروح حاطين رشة من البقدونس بسيطة يدوب كده مش أكتر من كده. صنف مكرونه هايل الالوان بتاعته تحفه. نيجي بقى للكبير اللي هو المكرونه بالجمبري. بسم الله ونصبح على مدام سعاد ونقول لها صباح الهنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ خساره، حاولي تكلميني مره تانية. طب لا تكلمني تاني بقى، عايز تعمل اهداء لابنها تكلمني تاني، نورتيني حبيبتي. إيه كان مطلوب مننا؟ رز المعمر الحلو. ايوه كانت ام مريم هي اللي طالباه. بصوا كده، بصوا الصوص، بصوا بصوا عامل ازاي علشان يمسك في المكرونه. ده القوام بتاع الصوص اللي انا اكلته امبارح، وللاسف ما لقيتش عندي جوه شبت فمش هحط بقدونس بصراحه. لا انا دقتها بشبت وطعمها كان حلو قوي بالشبت، فانا مش ايه اي حاجه خضراء وخلاص، لا انا مش عايزه كده، انا عايزه يديكي التطعيمه اللي انا فعلا دقتها. فان شاء الله باذن الله لما تيجوا تعملوها ادوها بعد ما تخلصوا تغرفوا كده او انتوا بتقلبوا تروحوا مدينها رشه الشبت، هتطلع معاكم حلوه جدا. بصوا بصوا طريه وجوسي خالص ازاي، بس تتعمل وتتقدم في ساعتها، ما ينفعش ان هي تقعد عشان الصوص بتاعها ما يتقلش زياده. بسم الله نبدا نقدمها بقى. حاجة عالمية، ريحة هايلة. الجمبري ما نسويهوش كتير علشان واحنا بناكله نلاقيه طري كده في بقنا وفي عصارة كده في منتهى الجمال. طيب هبدأ ان انا ازينه بايه؟ شوية بصل اخضر. حد هيقول لي بصل اخضر مع الجمبري؟ ما تحكموش على الحاجة اللي ما تجربوها.
تحسوا ان كده المعلقه او الشوكه اللي بيجي فيها شويه البصل الاخضر او وحده البصل الاخضر تحسوا ان هي بتخطف القلب، ملهاش علاقه بباقي الطبق كده. تمام وزي الفل. بتقدموها بالشكل ده كده وفي نص الترابيزه او كمان كده بالنسبه لكم في نص طب ايه رايكم نجيب الابيض هنا عشان نفصل الاحمر عن الاحمر؟ رايك كده؟ تمام. بيتقدم بقى الطبق كده على الترابيزه او على السفره او ايا كان بتاكله على ايه، وبعد كده بتروحي حاطه اطباق بقى صغيره جنبك كده عشان ايه تغرفي لاولادك منها، وبتطلع في منتهى الجمال. انا كانونه يعني لا مبسوطه بالاطباق. طيب نتكلم عن الرز المعمر الحلو عشان ام مريم اللي طلبته مننا. الرز المعمر الحلو زي الحادق بس بيبدا اللبن هنا مملح واللبن هنا مسكر. طيب مقدار الحليب نفسه او مقدار اللبن بنحطه قد ايه؟ زي مقدار تسويه الرز، يعني احنا مثلا الرز المصري بنحط كوبايه عليها كوبايه، وساعات بنزود ربع كوبايه او بنص كوبايه علشان تسويه على النار، لكن التسويه في الفرن مختلفه، الكوبايه قصادها كوبايه وبس. هنحط كوباية رز هي قصادها كوباية حليب، ما نزودش عن كده. طيب بعمل ايه؟ بروح جايبة الرز مغسول كويس واسيبه يعني يتنقع حوالي شوية كده ربع ساعة او تلت ساعة، واسيبه في المية شوية، وبعد كده اروح مصفياه كويس واروح حط عليه ايه؟ بقلب انا بقى معاه ايه؟ بقلب معاه معلقة من القشطة، بقلب معاه شوية زبيب، بقلب معاه شوية جوز هند، كل ده انا بقلبه معاه. لو عندي مكسرات بروح مقلبها كل ده مع الرز، ممكن كمان احط سنة قرفة، احط سنة فانيليا، احط اصنص فانيليا، كل ده بقلبه مع الرز نفسه. واجي للناحية التانية الحليب بيكون مغلي، مغلي ما يبقاش سخن بس، لا يكون مغلي، وبدوب فيه السكر اللي انا عايزاه، بس خلوا بالكم السكر يكون زيادة عن المعقول بتاعكم. زيادة عن المعقول بتاعكم، كوباية الرز قصادها كوباية من الحليب، السكر يبقى فوق المعقول اللي انتوا عايزينه، بدوب السكر كويس وبعد كده اروح صباه على الرز بالمكسرات واقلبهم كويس واروح حطها في الفرن، اقفله فويل واحطه في الفرن، مجرد ما بيبدا ان هو يعني نص ساعة كده وابدا اكشف عليه، هبدا الاقي الحليب بدا يتشرب، مجرد ما بدا يتشرب اروح شايلة الوش بتاعه وحط الفويل بتاعه واروح حاطة على الوش حتة قشطة من على وش اللبن. ويسيبه بقى في الفرن هيكمل التسوية بتاعته، بس بعد ما يتشرب الوش بتاعه هيبدأ يتحمر، يتشرب كويس قوي، تيجي تطلعيه واخد مكسرات، واخد فانيليا، واخد جوز هند، هيتلاقيه متطعم، مش ان هو تحطي سكر وحليب وبس بقى كده رز معمر حلو، لا انت بتزودي عليه حاجات تخليكي فعلا تقولي ده مسكر، وفرق بينه وبين التاني ايه؟ هي المكسرات والفانيليا اللي بنحطها والمكسرات وفانيليا وايه والسكر اللي بيبقى فوق المظبوط شويه. ده الايه ورشه القرفه من السما. قول يلا ونصبح على نور ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا ست نور. صباح النور عليكي يا نور، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. تسلمي لي، تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها، سلم عمرك من كل شر يا رب. تسلمي. قولي لي، ممكن اطلب من حضرتك طلبين؟ 10 طلبات اموري وانا نفس. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ممكن بس طلب واحد؟ عندي فرخه بلدي وعايزه احشيها. تحشيها؟ طيب تمام. ايه كمان؟ عايزه احشيها رز. والطلب الثاني ممكن تعملي لنا مفتقه؟ الاسبوع ده يا رغده؟ الاسبوع اللي وراه، الاسبوع اللي احنا فيه ده، لا ان شاء الله اللي بعده هنعمل حلقه عن حاجات الشتويه، هنعمل مفتقه وهنعمل المغات وهنعمل الحلبه، الحاجات اللي هي بقى التخن والناس اللي عايزه تتدفى. ليكي طلبات تاني؟ ربنا يخليكي يا ست نور، ربنا يخليكي حبيبتي. هقول لك حالا طريقه الفرخه المشويه المحشيه. تسلمي لي، ما تحرمش منك يا رب. الفرخه البلدي لما بنيجي نحشيها معروف ان الفرخه البلدي بتاخد تسويه زياده جدا عن الفرخه البيضاء، فعشان كده ما ينفعش ان انا احشيها واحطها في الفرن اجي اكلها الاقي الرز استوى او اتهرى والفرخه لسه ما استوتش. ده بتقابل ناس كتير. طيب اعمل ايه؟ بروح ماسكه الفرخه البلدي اغسلها كويس جدا واروح بعد كده سلقاها، بس من غير ما اقفل الرجول بتاعتها علشان يبقى في مساحه ان انا اعرف احشيها بعد كده. بسلقها نص سلقه، نص سلقه، نص سلقه يا نور خلي بالك، وبعد كده بروح مصفيها كويس قوي من اي شوربه فيها. بروح ماسكه كوبايه رز حطاها، حاطه طاسه على النار بقى شويه زيت وشويه زبده او معلقه سمنه بلدي كده، يا سلام عليها بقى عشان تمشي مع الفرخه البلدي. وبروح حاطه في السمنه نفسها، وهي قبل ما احط فيها الرز بحط شويه فلفل اسود، بحط بمسك رشه جوز الطيب او بلحات جوز الطيب ابشرها او احط رشه جوز الطيب، كل ده لسه في السمنه، انا لسه ما حطيتش الرز، وببدا اشوحهم مع بعض. عايزه شويه بهارات لحمه ماشي، عايزه فص توم صغنن ماشي، كل ده يتحط في السمنه قبل ما احط الرز، اشوح ده كله مع بعضه، سنه كزبره ناشفه هتبقى حلوه قوي،
بعد ما بيتشوح ببدا ان انا بنزل معاه بكوبايه الرز، او يمكن مش كوبايه كمان، تبقى نص كوبايه من الرز، اشوح مع بعضه، وممكن طماطميه كمان مبشوره مش عايزاها مش مشكله، وابدا ان انا ادي يعني ربع كوبايه ميه في ربع كوبايه ميه. انا عايزه بس الرز ان هو يبقى خلاص اتشمع. يعني ايه اتشمع؟ يعني خلاص ان هو اتشرب، زي ما احنا بنيجي نسوي الرز بره كده ونقول خلاص اتشرب ونهدي عليه النار، انا عايزاه بس يتشرب معاكي. ربع كوبايه ميه في ربع كوبايه ميه، وايديا شغاله على النار. ابدا بعد كده اروح ماسكه الفرخه البلدي اللي انا سلقتها نص سلقه، ابدا ان انا احشيها، واروح قافله الرجول بتاعتها بتبارة او بفويل مع بعضه كده. وبعد كده بروح عامله خليط على جنبي كده، بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه زبده، ما تحطيش صوص الطماطم، انا مش عايزه فرخه مشويه، انا عايزه فرخه محشيه واسويها في الفرن. بحط معلقه زبده او معلقه سمنه من اللي انت عملتي فيها الرز، وبحط فيها بسم الله الرحمن الرحيم سنه من البابريكا، وبحط فيها سنه كزبره ناشفه وسنه ثوم، ولو عندك عصير طماطم عصير برتقال او عصير اناناس. عصير الاناناس مع الفراخ بيبقى حاجه فوق الخيال، بتروحي مدوباه فيه، ما تحطهاش بقى في السمنه اللي على النار دي، بتقلبيه فيه وبتدهني الفرخه من بره ومن جوه كده، وبتروحي قافلاها فويل وتكمل التسويه بتاعه الرز وبتاعه الفرخه في الفرن. بيقعد في الفرن قد ايه؟ حوالي كمان نص ساعه. تبداي تشيليها، تشغلي الشوايه، وبعد كده قبل الشوايه تدهنيها بالعصير اللي احنا عملناه مع رشه البابريكا وسنه الثوم وسنه الكزبره، هتطلع لك فرخه طعمها حلو جدا. بس خلي بالك وانت قبل ما تدهني الدهان اللي هو بتاع العصير البرتقال او عصير الاناناس، او حتى لو هتدهني بسمنه، غرزها لي بسكينه او بشوكه. انا عايزه اللحم من جوه ياخد من طعم التتبيله اللي بره. هتاكلي فرخه بلدي مستويه وطعمها حلو جدا، وان شاء الله تطلع من ايدك زي الفل. عندنا حاجه تانية يا رغده حبيبتي؟ تسلمي لي. دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا فيها ثلاث اصناف من المكرونه، اتمنى ان هم ينولوا رضاكم ويعجبوكم. اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. اللي فاتوا اي حاجه من حلقه النهارده بيقدر يتابعها الساعه 10 بالليل ان شاء الله. بيتجدد لقائنا كل يوم الساعه 10 الصبح مع البلدي وكالمعنونه. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم.